هذا أمين عنده محل تجاري. أمين مقدرش يجيري ستوك ديالو، واش هي السلعة اللي دخلت، واش هي السلعة اللي راح تخلص ولازم يجيب منها، وكل يوم عنده مشاكل مع لي كليون ولي فورنيسور وكيفية حساب الديون والمستحقات، وهذا اللي خلاه ما يقدرش يعرف الفائدة اليومية أو الشهرية. مع بروبياماس ما تقلقش يا سي أمين، نوفروا لك برنامج كامل لتسيير المخزن والمشتريات باستعمال كود أبار. من خلال البرنامج تستطيع أيضا تسيير النفقات والفائدة، المبيعات والفوترة، وتسيير الزبائن والممونين. يعني كل شيء قدامك في البرنامج مستف بالاسم والصورة ومدة صلاحية المنتج والحصول على كشوفات المبيعات والمشتريات حسب المدة الزمنية اللي تحددها، بلا ما ننساو الإشعارات اللي تنبهك بنفاس سلعة معينة. عملية تثبيت البرنامج تكون عن بعد، يعني من المكتبة تاعنا ننصطاليو لك البرنامج في حاسوبك. كما يمكنك الحصول على النسخة التجريبية باللغتين العربية والفرنسية. مع بروبياماس ناخدم مهني.